مش غريب إن يكون الظلام عائق لإلك. كل اللي بتحتاجه إنك تشوفه من زاوية مختلفة، وراح تكتشف إنه الظلام وغياب التفاصيل راح ينور جواك شعور بالسكون والطمأنينة. وهاد اللي صار معي بالقطب الجنوبي. كنت أقعد ساعات جوا الخيمة ما بشوف إلا الظلام، والطريقة الوحيدة اللي خلتني أتغلب على المجهول إني أتأمل صوت الطبيعة. هناك اكتشفت إنه الشعور بالأمان بيبدأ بطريقة تفكيرك، ومثل ما أنا تحديت الظلام والمجهول، اليوم راح أساعدك تتخطى هذا الحاجز. مشكلتي مع الظلام كتير كبيرة، وهي من زمان معاي. فما بالك لما تكون قاعد بمكان كله مظلم وعتمة وسواد بسواد، كيف بدك تحس مش شايف إشي حواليك؟ إحساسك بتغلب على أي منطق عندك. خلي المنطق يغلب الإحساس. كل شيء تمام؟ تمام. إجا الوقت اللي رح تكسر فيه الحاجز للأبد. طفي طفي طفي. هلا الحقني. يلا امشي، ما ضل شي، ما ضل شي. قربنا نوصل.